بالنسبة للدوافع، الدوافع كتبقى مجهولة لحد الساعة، ولكن كاين بعض المؤشرات على أساس بأن هذا السيد كان كيعاني من اضطرابات شفت في نفسية، بوهيما وكان كيتابع عند واحد طبيب نفساني بمراكش، وكان مدمن على استهلاك مادة الكيف، وعلى حساب ما وصلنا من أعوان السلطة بأن هذا السيد كان سبق الطبيب اللي في فاس، الطبيب النفساني كان حضره من مغبة شفتي في استهلاك بوهيما هاد المادة ديال الكيف، بأن عندها تأثيرات على الأفعال ديالو.